السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة التسجيل في تطبيق موعد. هذا التطبيق من وزارة الصحة، طبعا انا شرحي يكون خاص في المملكة العربية السعودية. وزارة الصحة حطوا تطبيق موعد يساعدك في الحجز، يعني حجز عيادة الأسنان، التطعيمات، الضغط والسكر، الحوامل إلى آخره من العيادات. طبعا المراكز الصحية فقط مو المستشفيات، ممكن مستقبلا يخلونه بالمستشفيات الله أعلم. الحين البعض ممكن يمكن ناس منكم شافوا المراكز الصحية وشافوا هذا التطبيق، يعني إعلانات عنه، شروحات عنه إلى آخره، أو يتابع حساب وزارة الصحة في تويتر وشاف الشيء هذا أو قرأ عن الشيء هذا. أنا اليوم أشرح لكم كيف تسجل فيه وكيف تحجز موعد. طبعا قبل لا أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. الشيء الثاني، إذا التطبيق ما عجبك لا تعطيني ديسلايك. أنا مو أنا اللي مسوي التطبيق، ولا أنا اللي اقترحت التطبيق، وزارة الصحة هي اقترحت الشيء هذا. أنا مجرد شخص يشرح كيف تسجل فيه وكيف تحجز موعد. يعني إذا أعطيتني ديسلايك راح تضرني أنا شخصيا، تضر قناتي، ما راح تضر وزارة الصحة بشيء ولا تنفعهم بشيء، يعني عشان تكونون بالصورة بس. طبعا الآن تطبيق موعد هو ما تفعل بشكل رسمي، لكن اللي يقدر الشخص يسجل فيه ويحجز موعد. لكن مع الأيام القادمة ما يستقبلون أي مريض إلا تكون مسجل موعد عن طريق حاجز موعد عن طريق تطبيق موعد. نشوف الطريقة مع بعض. بعد ما تنزل التطبيق بهذا الشكل، تفتح التطبيق من هنا، يقول لك دخول. طبعا لازم تدخل في حسابك في أبشر. الشرح راح يطول شوي، ولكن أنا أحاول بقدر الاستطاعة أني أختصر عليكم. زي ما تشوفون يفتح بهذا الشكل، يقول لك هنا سجل اسم المستخدم في أبشر وكلمة المرور، وسجل الرموز اللي طالعة بالصورة هنا، وبعد كذا أضغط تسجيل دخول. طبعا ما يقبل رقم الهوية، لازم تسجل اسم المستخدم، يعني الاسم، الحروف والأرقام اللي انت سجلتها بأبشر، وإذا كنت ناسيها تقدر تسترجعها عن طريق أبشر نفسه. بعد ما سجلنا اسم المستخدم والباسورد حق أبشر، وبعد ما سجلنا الرمز اللي ظاهر بالصورة هنا، طبعا تسجلون إذا كان كابيتل تسجل كابيتل، بعد كذا نضغط على تسجيل الدخول. بعد كذا يرسلون لك كود إلى جوالك زي ما أنتم شايفين، وصل هذا الكود. بعد ما سجلنا هذا الكود نضغط على متابعة. يقول لك أنك تم التحقق من الموقع والاسم المستخدم وكل شيء، راح يفتح لك بالشكل هذا. طبعا هنا الرئيسية، هنا الحجز، ثاني خيار هنا الحجز إذا بغيت تحجز أو عندك حجوزات سابقة، هنا المواعيد إذا كانت عندك مواعيد سابقة أو قادمة، هنا المزيد لما ندخل على المزيد من هنا، هنا اسمك، وهنا الإيميل، البريد الإلكتروني ورقم الجوال اللي فيه أبشر، هنا التابعين إذا تبي تضيف متابعين مجرد ما تضغط على هذا الخانة من هنا، هنا تسجل الهوية، هنا يقول لك رقم الهوية، هنا الاسم الأول، هنا الاسم العائلة، هنا الاسم الأول بالإنجليزي، الاسم العائلة بالإنجليزي، هنا اختيار الجنس ذكر أو أنثى، هنا تاريخ الميلاد، وبعد كذا يقول لك اختر العلاقة، يعني أب أو أم أو ابن أو بنت إلى آخره. هنا رفع بطاقة العائلة، يعني كرت العائلة، لما تضغط على رفع من هنا يقول لك تبي تصورها من كاميرا الجوال أو من كاميرا الجوال او رفع من الاستوديو او الغاء. بعد ما تصورها تضغط على ارسال من فوق، وراح يتم اضافته ان شاء الله. الان نبي نحجز موعد. كمثال تروح للرئيسيه وتبحث عن المستوصف الخاص فيك، تكتب اسم المستوصف، يعني المركز الصحي. كمثال هنا عندنا احنا شرق المحمديه، من هنا
مستوصف شرق المحمدية. بعد كذا يقول لك هنا ساعات العمل، طبعا موجود ما بعد رمضان أو قبل رمضان، ساعات العمل في رمضان مو موجودة، ولكن لما أدخل على الحجز أحصل حجز في رمضان، يقول لك هنا مفتوح. لما نضغط على حجز من هنا، هنا يقول لك يطلع لك الاسم من هنا، يقول لك التخصص. نضغط على نختار العيادة اللي نبيها، يقول لك عيادة طب الأسرة، عيادة الطفل السليم، عيادة التطعيمات، عيادة الأسنان. كمثال عيادة الأسنان. بعد كذا نضغط موافق. بعد كذا يقول لك اختار التاريخ اللي أنت به. لما نضغط على التاريخ من هنا، كمثال اليوم 19 رمضان، يقول لك هنا ساعات، هنا المواعيد مفتوحة عندك في عيادة الأسنان، طبعا مساء عيادة الأسنان ما في صباحا. كمثال بحجز أنا من الساعة 10 إلى من الساعة 11 إلى 11 وربع، أشير على هذا الخيار واضغط اختر. أنا الآن حددت اليوم والشهر وحددت الساعة. يقول لك هنا السبب الحجز، مثلا ألم في الأسنان أو حشوة إلى آخره، من أي شيء تبي تكتبه. بعد كذا نضغط على حجز. لما نضغط على حجز يقول لك راح يقول لك رجاء إدخال البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال للتواصل. طبعا راح تلقائي راح يطلع لك الإيميل والجوال اللي موجود في أبشر. لما نضغط على حجز من هنا يقول لك هنا تم الحجز، من تحت تم حجز الموعد بنجاح. لما نروح للمواعيد من هنا، حتى جتني رسالة نصية بهذا الشيء. لما نروح للحجز من هنا يقول لك اسم المستوصف، عيادة الأسنان، رقم الموعد كذا كذا كذا، يعني كاتبين لك رقم الموعد، المراجع فلان الفلاني، تقدر تختار اسم المراجع بكيفك. لما نشوف الرسالة النصية من هنا، زي ما انتم شايفين هنا، مش على شمالي تم حجز موعد كذا كذا إلى آخره. أتمنى الشرح واضح وبسيط. أنا صحيح طولت عليكم، ولكن هذا التطبيق هذا يبي له دقة شوي، ولازم البعض لازم يعرف أدق التفاصيل بهذا الشيء. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.